لمستحق النفقة أن يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا إذنه إن امتنع. وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية مسيك، يعني لا ينفق علينا ما يكفينا، فهل أخذ من ماله يعني دون علمه تقصد ما يكفيني وولدي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك. وهنا كما هو ملاحظ عممها، يعني قال هذا في الزوجة غير الزوجة كذلك، يعني الأم أن تأخذ من مال ولدها ما يكفيها، الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون علمه، الابن يأخذ مال أبيه بدون علمه. طيب إذا كان يعني يقصر عليه في النفقة، إذا كان هناك نعم نوع من التقصير في النفقة، قالوا له أن يأخذ من مال من تجب عليه نفقته ما يكفيه. وهذه القضية فيها ديانة، يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. قال وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي، إذا أنفق الأجنبي يعني وحدة ما أنفق عليها زوجها تجب لها النفقة، وزوجها قصر في النفقة ما أنفق عليها، فجارهم مثلا عن طريق زوجته علم أن ما عندهم شيء، والزوج مسافر أو ممتنع من النفقة أي سبب من الأسباب ما عندهم شيء، فقام الجار وأخذ 100 دينار أو أكثر أو أقل وقال لزوجته خذي أعطي جارتنا، فأعطتها وصار كل شهر مثلا يعطيها. بعد 6 أشهر رجع الزوج، جاءه الجار قال يا فلان أين كنت؟ قال والله أنا كنت تعبان، كنت زعلان مع المرأة، كنت مسافر، أي سبب الأسباب يعني. قال طيب ترى أنا أنفقت على زوجتك وأولادك قريبا من 1000 دينار، ممكن تعطيني 1000؟ لأن قمت مقامك في هذا الوقت، فأعطني 1000 دينار أنفقتها. وهذه التحويلات عشان أتأكد، ها يحول لهم مثلا تحويل، وهذه التحويلات باسم زوجتك أنا أحول لها كل شهر 200 دينار 300 دينار حسب يعني، المهم أن بلغ المجموع 1000 دينار، فهل أعطيتني إياها؟ هنا لو رفض الزوج قال مالك شيء عندي مثلا، أو قال له جزاك الله خير ولا تمن علينا زين ومالك شيء عندي مثلا، فهل له أن يطالبه بهذا أو ليس له أن يطالبه؟ يعني لو جاءك وأنت القاضي وقال لك أنا أنفقت وأعطيت وكذا لجاري لزوجة جاري والآن لا يريد أن يعطيني، فما الحكم؟ يقال القاضي يسأله أنت عندما أعطيت أعطيت على سبيل القرض أو على سبيل التبرع؟ يقول لا والله صراحة أعطيت على سبيل التبرع. قال ما لك شيء، لك أجر، لك الأجر عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس لك أن ترجع بمالك لأنك إنما دفعته على سبيل التبرع. واضح؟ أما إذا قال لا أنا دفعته على سبيل القرض على أني أخذه منه، إذا رجع يأخذه، يحكم له القاضي به. واضح إن شاء الله؟ إذن إذا دفع هذا الطرف الأجنبي، إذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل التبرع فليس له أن يطالبه به، وإذا دفع ذلك على سبيل القرض له أن يرجع به. مثلا تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وأنت حفظتها له، هذه البهيمة تحتاج إطعام، أطعمتها وسقيتها وكذا، طيب هذا الإطعام اللي أطعمتها خلال الفترة هذه تعود به على من؟ إذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الأجر، لكن ليس لك أن تأخذ المال، لكن إذا دفعت هذا على سبيل أنك ستأخذ من صاحبها إذا جاء يأخذها لك أن تأخذ ما دفعته لها. نعم.